على الرغم من أن عائدات بيع النفط العراقي خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت أكثر من 90 مليار دولار أمريكي، لأن نسب الفقر بلغت أرقاماً غير مسبوقة في العراق، فتشير دراسات إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود 9 ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ عددهم بحدود 40 مليون نسمة. البطالة ارتفعت أيضاً بنسبة 14%، أي بحدود 4 ملايين عاطل عن العمل. مختصون يعزون ذلك إلى رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد. فالوفرة المالية الكبيرة التي شهدها العراق خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحقيق البلاد لإيرادات مالية وصلت إلى 11 مليار دولار شهرياً عن بيع النفط فقط، لأن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي حالت دون إقرار الموازنة المالية لعام 2022، وهذا ما عطل أكثر من 3000 مشروع استثماري وتنموي، فتعطل تلك المشاريع رفع من نسبة البطالة والفقر بشكل واضح ولا يمكن إنكاره. فهل تستطيع حكومة السودان استغلال هذه الوفرة لتجاوز أكبر تحدي لها في الفترة المقبلة؟